السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. WSO2 Enterprise Integrator أو Enterprise Service Bus في معه ميزة جميلة اسمها كونكتورز. الكثير من الكونكتورز، وظيفة الكونكتورز اعتبروه هو عبارة عن اكستنشن، الهدف منه إضافة وظائف جديدة ل WSO2 Enterprise Integrator. من الكونكتورز الموجودة في شيء اسمه فايل كونكتور. الفايل كونكتور بيقدم الكثير من الوظائف، منها إنه يقرأ ملف، منها انه يحذف ملف، يغير اسم ملف، ينقل ملف، ينسخ ملف الى اخره. اليوم راح نحكي عن كيفيه قراءه ملف، عن كيفيه قراءه ملف. وقراءه الملف راح تكون بصيغه سي اس في ونحوله لجيسون. يعني راح نسوي اي بي اي بسيط على الانتربرايز انتجريتور، لما نسوي له تنفيذ راح يروح ينفذ، راح يقرا ملف سي اس في ويرجع لنا الكونتنت اللي في هذا الفايل كجيسون كونتنت على الاي بي اي. طبعا المثال اللي راح ننفذه هو بكل بساطه بيشبه السيناريو التالي. في عندنا اي بي اي، طبعا الاي بي اي هي الاكسبوز من دبليو اس او 2 انتربرايز سيرفيس باس، اول خطوه. ثاني خطوه راح يروح للفايل كونكتور. الفايل كونكتور ايش راح يسوي؟ راح يقرا فايل نوعه سي اس في. بعدها طبعا عشان نرجع جيسون لازم نودي الكونتنت اللي قرأناه لداتا مابر. الداتا مابر هو تول او ميدياتور موجود بالانتربرايز انتجريتور، وظيفته يغير من مثلا يسوي مابينج بين السي اس في والجيسون، بين الجيسون والاكس ام ال، بين الاكس ام ال والسي اس في الى اخره. اليوم راح نستخدمه عشان يغير بين السي اس في، يسوي مابينج من سي اس في لجيسون. وبعدها راح نودي على البيلود فاكتوري ميدياتور اللي راح يجهز البيلود اللي راح يرجع، وبعدها راح نرجع الريسبونس للاي بي اي. خلينا نشوف كيف راح نبدا. الان هذا الانتجريشن ستوديو اللي عندنا نسخه 8.1. اول شيء راح نستخدمه، اول شيء هو الميدياتور، الفايل كونكتور سوري. لاحظوا في عندنا اكثر من فانكشن في الفايل كونكتور، check exist compress الى اخره. نحن بنستخدم read. طبعا الريد ميدياتور اللي بيجي مع الفايل كونكتور في معه مجموعه بروبرتيز. خلينا نشوف ايش البروبرتيز اللي بتيجي معه. طبعا البرودكت فايلز هاي هو عباره عن مثل شلون نحن نستخدم كونكشن سترينج مع الداتابيس، كمان في شيء اسمه كونكشن سترينج مع الفايل يلي هو بده يعرف وين بده، منين بده يقرا الفايل. طيب الفايل اللي راح يقراه، لاحظوا فايل او دايركتوري باث. طبعا الفايل هذا هو الباث تبعه، لازم يكون فورورد سلاش ما يصير باك سلاش. طبعا اذا على لينوكس الفورمات تبع الباث مختلف، اسمه data.csv data.csv. طيب راح نقرا كل الفايل. لاحظوا الريد مود في عندنا اكثر من طريقه، يا اما بنقرا الفايل كله او بنبدا من سطر معين او بنقرا حتى سطر معين او بنقرا بين سطرين مثلا او بنقرا سطر معين او بنقرا فقط الميتا داتا اونلي يلي هي عمليه مثلا تاريخ انشاء الملف، شوي تفاصيل عن الملف. نحن بدنا نقرا كل الملف لانه بدنا نقرا الكونتنت. طيب الماين تايب يلي هو تكست بلين انكودينج على نفسه ستريمينج اللوكينج. طبعا الريزلت اللي راح تنقرا من الملف بدنا اياه وين يحطه؟ في مسج بادي. وين بدنا يحط الفايل؟ في البادي تبع المسج. في طريقه ثانيه نحطه في بروبرتي، لكن نحن الان بدنا اياه في مسج بادي. اثنيناتهم نفس الطريقه، لكن يمكن البروبرتي ممكن تعطي فلكسبيتي اكثر بحيث نحتفظ في الكونتنت ل يعني خلينا نقول لشيء اخر وما نسوي اوفر رايد للبادي. طيب سيف. الان لازم نروح على الميدياتور، قرينا الفايل، قرينا السي اس في فايل، لازم نوريه لوين؟ نوديه على المابر. هذا هو الداتا مابر. الداتا مابر الانبوت تايب سي اس في والاوتبوت جيسون. دبل كليك عليه بدنا نستخدم البرودكت داتا مابر. هاد خلنا نستخدم هاد داتا مابر برودكت فايل. اوكي طبعا هلا راح يفتح لنا الشاشه اللي من خلالها
بنقدر نسوي كونفيجريشن للداتا مابر بين السي اس في والجيسون. طبعا خلونا نشوف الان كيف سوينا هذا الكلام. هذا الكلام بكل بساطه بيصير من خلال انه نسوي لود للسي اس في فايل فيه الفورمات اللي نحن نبحث عنه، اللي نحن راح نسوي له ايش؟ ريد. طبعا هذا ايش الفورمات تبعه؟ نيم فاصل برايس، وبعدين حاطين شويه سامبل داتا. تمام، هيدر اول لاين هو الهيدر وبعده في داتا. اوبن اوكي. طبعا هون نحن بدنا هذا ايش يكون انتجر، فبنقول له ايديت وبنقول له نمبر. الاوتبوت جيسون. طبعا هذا كمان الاوتبوت، نحن مجهزين الاوتبوت يلي هو شكل الاوتبوت وليس الاوتبوت الحقيقي في النهايه. لاحظوا حاطين انه نحن راح يكون عندنا array of products، وكل برودكت راح يكون فيه نيم وبرايس، واوريدي نحن محددين مثل سامبل، هو بسوي له بارسينج وبيطلع معه هذا الشكل. الان فقط نسوي دراج دروب بيصير عندنا ايش؟ بيصير عندنا الداتا جاهزه. فنحن لو ما ديجينا سي اس في فايل فيه نيم وبرايس كهيدر سترينج ونمبر، بكل بساطه راح يحولهم لاري اوف برودكتس في جيسون كمان نيم وبرايس. الخطوه اللي بعدها ايش هي؟ خلينا نشوف الفلو. انه نحن قرانا الملف وريناه على داتا مابر بيلود فاكتوري. الان وين البيلود فاكتوري؟ هذا هو. بكل بساطه نحن راح نرجع جيسون وبدنا ايش؟ ديفولت ما في داعي، نقول له اس دولار 1. اس دولار 1 ايش راح نحط فيه؟ راح نحط فيه البادي. ايش البادي راح يكون؟ اكسبريشن، وراح نحط فيه اس دولار بادي. اوكي فينيش. طبعا واخر شيء راح نحط ايش؟ ريسبوند عشان نرجع ايش؟ الريزولت. ران. بدنا البرودكت داتا مابر، طبعا هاي اول وحده داتا سيرفيس ما بدنا فيها. فينيش. المفروض الان يصير عندنا اند بوينت اسمها برودكت جيت برودكت. راح تقرا هذا الملف اللي موجود في باث معين. طبعا ممكن واحد يسال نفسه، طب يعني نحن الفايلات ما الفايلز عاده ما بتكون الملفات في باث معين وجاهزه بهي الطريقه. نحن الان خلينا نعرف الطريقه اللي من خلالها بنقرا فيها فايل، وبعدها راح نشوف كيف ممكن نقرا الفايلز اللي موجوده في مجلد في دايركتوري كامل، وكيف ممكن نقراها حتى في 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 بشكل دايناميك. لو جينا على البوست مام قلنا له جيت سند، لاحظوا شلون رجع معنا بادي فيه برودكتس نيم برايس. طبعا بي 1 2 بي 2 هدول المنتجات، منين جبناهم هدول المنتجات؟ هذا هو الفايل تبعنا فيه بي 1 2 بي 2 3 بي 3 4. تمام، هدول المنتجات اللي حطيناهم وقدرنا نقراهم عن طريق البوستمان، ورجعنا جيسون فيه البادي وبرودكتس والري اوف برودكتس. طبعا هذا الورنينج ما لنا فيه لانه بكل بساطه هو شيء له علاقه في الجافا بلاتفورم او الفريم الفيرجن اللي مستخدم في الانتجريشن ستوديو. هذا البيلود فاكتوري. طبعا هون ممكن واحد يقول طب ارجع لنا هيك بهالطريقه، نحن لا ما بدنا هيك، بدنا فقط هي الجزئيه. بكل بساطه نحن بنجي بنقدر نسوي هيك، بدل ما نقول له اس دولار بادي ممكن نقول له جيسون داش ايفال اس دولار. طبعا ممكن واحد يسال منين جبنا هي؟ هذا طبعا اكسبريشن موجود في
انتجريشن ستوديو او في ال WSO2 انتربرايز انتجريتور. طب ليش اس دولار؟ لانه اذا بتذكروا نحن قلنا المابر بيحول الداتا اللي جايته السي اس في لجيسون، وبالتالي نحن عم نستخدم جيسون سينتاكس. اس دولار بيمثل الروت في هاي الحاله. فينيش. خلنا نسوي ستوب وري ران اجين. يبدو في شيء غلط ما انتبهنا له، اتوقع هذا لازم نقول له جيسون. هذا جيسون اصلا. اس دولار 1. اتوقع هذا المشكله. ايوه الان حلت المشكله. لانه نحن قلنا له جيسون وايفال، والجيسون ايفال الاوتبوت تبعها جيسون. فلذلك لما تركنا الاكسبريشن الاوتبوت تبعه اكس ام ال اعطانا ايرور وما قدر يسوي ايش اكسكيوت. الان المفروض يرجع يسوي رن ويطلع لنا اي بي اي، هي نفس هي الاي بي اي تقريبا، الاوتبوت راح يكون نفسه ما عدا هي الجزئيه اللي هي اسمها بودي. طبعا نحن الهدف نطلع نفس بالضبط الكونتراكت اللي اتفقنا عليه في بدايه ايش السيشن، واللي بناء عليه سوينا المابر رن بالضبط. هاي هي اللي اتفقنا عليها. طيب هذا باختصار عن كيفية قراءة ملف CSV وتحويل الكونتنت لجيسون ومن ثم ارجاعه من خلال API. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.